إذا بتطلعوا الآن لو أنا جبت المشين هاي وقصيتها، عارفين كيف لو عندي سلندر والسلندر يجي قصيته وفردته؟ هاي نفترض هذا كأني فردته وجبت هاي الأسلاك الموجودين في الأرمتشر، والأرمتشر فردت أسلاكه، ففي عندي مجموعة كبيرة من الأسلاك موجودة هون ومجموعة من الأسلاك موجودة هون. الأسلاك هاي مشبوكة على كوميوتيتر سيجمنتس، وفي عدد كبير من الكوميوتيتر سيجمنتس، ومجموعة بس من هدول الكوميوتيتر سيجمنتس مشبوكة على برش. فمثلا هذا بلس، وهذا ماينس. هاي نفترض عندي هدول تو برشز. هلا لما هذا عماله بلف من هون عم بتحركوا الكوميتيتر سيجمنتس، مزبوط؟ ولما الكوميتيتر سيجمنتس بتحركوا شوفوا ايش بيصير. البرش هاي ثابته، يعني هاي ستيشنري، وهاي البرش ستيشنري. مين اللي بتحرك بلف؟ الكوميتيتر سيجمنتس بتحركوا بهذا الاتجاه، والكويلز تبعون الارمتشر بتحركوا بهذا الاتجاه. لما هدول هو هون طبعا هون لف، بس لما فرضته شو صار هون الحركه؟ خطية. لاحظوا هلا كل سلك راح يمر على نيوترال بلين، على نيوترال اكسس من نورث ويصير تحت ساوث بول. فهذيك اللحظه الكوميتيتر سيجمنتس اللي هو مشبوك فيهم ايش راح يعملوا؟ راح يترك الكوميتيتر سيجمنت تبعته، راح ينعكس اتجاه التيار فيه، لانه في كوميتيتر سيجمنتس تركوا البرش البوزيتيف، وفي كوميتيتر سيجمنتس دخلوا على البرش البوزيتيف، وفي كوميتيتر سيجمنتس دخلوا النيجاتيف ورجعوا على، والثانيين دخلوا على النيجاتيف. المشكله هون الرسمه مش واضحه 100%، صعب انها تبين الفكره تبعتها 100%، لكن الفكره طلعوا هدول الكوميتيتر سيجمنتس قديش عددهم، ومش كلهم مشبوكين مع البرش بنفس الوقت. لكن الباث بيسمح لي، الباث طريقه توصيل الاسلاك اللي هي ويف وايندنج او لاب وايندنج، بتضمن لي انه كل الاسلاك، هلا لازم كل الاسلاك اللي تحت النورث بول، لو هذا احنا كان السلك طالع هون مش هيك؟ لو اخذته هذا حطيته هون رح يكون كل هدول الاسلاك، لازم اضمن كل الاسلاك الكرنت فيهم ماشي هيك، وكل الاسلاك هدول كيف لازم يكون الكرنت ماشي فيهم؟ بحيث انه ينتج عندي فورس هيك بهذا الاتجاه، وهون كمان فورس هيك بهذا الاتجاه. فاللي بحقق العكس تبع التيار، يعني لاحظ هلا كل سلك راح يمر من هون لهون، الكوميتيتر سيجمنتس اللي موجوده في طريقه التوصيل راح تضمن انه ينعكس اتجاه التيار في هذا السلك من اتجاه لاتجاه معاكس. اذا بدكم